عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، سننتقل إلى البطاقة الثالثة وهي خاصة بالعمليات على الكسور. النشاط يتكون من ثلاث تمارين. التمرين الأول، أحسب ما يلي مع إعطاء النتيجة على شكل كسر مختزل. أولاً، A يساوي 9 على 7 ناقص 5 على 7، B يساوي 4 على 5 زائد 3، C يساوي 5 على 12 زائد 2 على 3. عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، يمكنك تذكير بعض القواعد التالية لكي نحسب كسرين. إذا كان للكسرين نفس المقام، نحتفظ بالمقام ونجمع البسطين. نفس الشيء بالنسبة للفرق، إذا كان لكسرين نفس المقام، نحتفظ بالمقام ونطرح البسطين. أما إذا لم يكن لهما نفس المقام، نقوم بتوحيد مقاميهما أولا، ثم نطبق قاعدة العددان لهما أو الكسرين لهما نفس المقام، ونطبق القاعدة كما قلنا سابقا. عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، ننتقل الآن إلى التصحيح لهذا التمرين، ولكن أنصحك بأن تقوم أنت بالبحث أولا وبذل مجهود لكي تجد هذا الحل لهذا التمرين، ثم بعد ذلك يمكنك الانتقال إلى مقارنة أجوبتك مع التصحيح الذي سنقوم به. ننتقل الآن إلى التصحيح التمرين الأول. إذا التمرين الأول في التصحيح الأول يقول أحسب ما يلي مع إعطاء النتيجة على كسر المختزل للعددين نفس المقام، وبالتالي نحتفظ بنفس المقام ونحسب فرق بسطيهما إذا كان الفرق، وإذا كان الجمع نحسب مجموع أو مجموعة بسطيهما. بالنسبة للعملية A، A يساوي 9 على 7 ناقص 5 على 7، نحتفظ بالمقام هو 7 ونطرح البسطين. A يساوي 9 ناقص 5 على 7، النتيجة النهائية A يساوي 4 على 7. ننتقل إلى العملية B، كنلاحظ أن هذين العددين ليس لهما نفس المقام. إذا من أجل حساب هذين المجموعين للعددين 4 على 5 و 3 نقوم بتوحيد مقاميهما. إذا المقام موحد ما بين 5 و 3 عدد صحيح طبيعي، مقامه واحد. إذا المقام واحد سيكون هو 5. إذا العددان سيصبحوا 4 على 5 زائد 3 على 1 سيصبح 4 على 5 زائد 15 على 5، أي ضربنا واحد ديال المقام تاع 3 على 1 في 5، فنجد B يساوي 4 زائد 15 على 5، النتيجة النهائية، أي بالتالي B يساوي 10 على 5. ننتقل إلى العملية الثالثة وهي العملية C. أيضا هذان العددان ليس لهما نفس المقام، ولكن نلاحظ أن الكسر الأول 5 على 12 عنده 12 كمضاعف لمقام الكسر الثاني. إذا 12 مضاعفة 3 يمكن اعتبار 12 هو المقام واحد، ومنه C يساوي 5 على 12 زائد 8 على 12، جوج ضربناها في 4 و 3 ضربناها في 4 وحصلنا على 5 على 12 زائد 8 على 12. النتيجة النهائية C يساوي 15 زائد 8 على 12 يساوي 13 على 12. ننتقل الآن عزيزتي التلميذ، عزيزتي التلميذة، إلى التمرين الثاني اللي هو خاص بالعمليات حول الكسور وخاصة عملية الضرب. إذا هناك ثلاثة عمليات E و F و G. بالنسبة للعملية E يساوي 6 على 7 في 4 على 7، F يساوي 7 على 5 في 7 على 6، و G يساوي 4 في 5 على 8. كذلك نطلب منك عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، أن تقوم بإنجاز هذا التمرين في ظرف تقريبا 5 دقائق، وبعد ذلك يمكنك أن تقارن جوابك أو جوابك عزيزتي التلميذة بالجواب الذي سنعطيه إليك أو إليك في هذه البطاقة. إذا كما نعرف القاعدة ضرب عددين كسريين، دائما نضرب البسطة في البسط والمقام في المقام، وإذا كان هناك اختزال بين البسط والمقام يمكن الاختزال. إذا هناك نلاحظ كاين غير
لا يوجد الاختزال، اذا غنضربوا الباص في الباص والمقام في المقام. اذا كيقول هنايا احسب ما يلي ما اعطى نتيجه مختزله كما هو العاده. اذا نبدا بالعمليه او، اذا او يساوي 6 على 7 في 4 على 7، نضرب البسطة في البسط والمقام في المقام، فنجد 6 في 4 على 7 في 7، النتيجة النهائية هي 24 على 49، وهذا العدد مختزل. ننتقل إلى العملية F. F يساوي 7 على 5 في 7 على 6. نفس الطريقة، نضرب 7 في 7 و5 في 6، فنجد النتيجة النهائية F يساوي 49 على 30. ننتقل إلى العملية G. حتى أيضا هناك ضرب عددين كسريين. بالنسبة للعدد الأول 4 في 5 على 8، هنا كنلاحظوا عدد صحيح 4 مقامه 1، إذا 4 في 5 على 1 في 8، فنجد جي يساوي 4 في 5 1 في 8، فنجد 5 على 2 بعد الاختزال طبيعة الحال. أما إذا نختزل النتيجة كتجي 20 على 8، اختزلنا بأربعة فوجدنا 5 على 2. والآن سننتقل إلى التمرين الثالث في هذه البطاقة الثالثة. إذا التمرين الثالث هو عبارة عن جمع وضرب، وهناك عملية فيها ضرب وجمع، وعملية فيها طرح وضرب. إذا أربعة عوامل. طبعا وهناك توجد أقواس في بعض الأحيان. ننتقل للعملية H. H يساوي 3 على 5 ناقص 4 على 15 زائد 7 على 30. E تساوي فيها غير عملية الضرب فقط، وهي 3 جوج على 3 عفوا في 3 على 7 في 7 على 4 في 5 على 2. العملية G بين قوسين 5 على 7 في 1 على 6 زائد 2 على 7. أما العملية الأخيرة في هذا التمرين الثالث وهي ك 23 على 8 ناقص بين قوسين 3 على 4 في 5 على 2. ننصحك دائما عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، أن تقوم بمجهود شخصي لكي تحل هذا التمرين، وبعد ذلك يمكنك الانتقال إلى مقارنة أجوبتك أو أجوبتك مع الحل الذي سنعطيه إليك أو إليك. إذا وهكذا ننتقل إلى التصحيح ديال التمرين الثالث في هذه البطاقة الثالثة، وهي كالتالي. وكما كنعرفوا جميعا كقاعدة في سلسلة من عمليتي الجمع والطرح فقط وبدون أقواس كما قلنا سالفا، تفصل بين العمليات، تنجز العملية في الترتيب الذي وضعت فيه، وإذا كانت هناك أقواس نبدأ ما بداخل القوسين ثم نتبع نفس الطريقة. نبدأ بالنسبة للعملية H التي تساوي 3 على 5 ناقص 4 على 15 زائد 7 على 30. أولا يمكن أن نوحد المقامات للحدود 3. المقام الموحد بين هذه المقامات اللي هما 30 و 15 و 5 هو 30، فتصبح العملية كالتالي: H يساوي 18 على 30 ناقص 8 على 30 زائد 7 على 30. نحتفظ بالمقام كما قلنا في الأول كيفية حساب مجموع أعداد كسرية إذا كان عندهم نفس المقام، أو كسر إذا كان لها نفس المقام. المقام الموحد هو 30، والبسوط تجمع أو تطرح. إذا عندنا هنا 18 ناقص 8 زائد 7، نجمع العملية من اليسار إلى اليمين فيما يخص البسط. 18 ناقص 8 هي 10 زائد 7، H يساوي 17 على 3. ننتقل إلى العملية الثانية في هذه المجموعة ديال الأسئلة. كما قلنا دائما تنجز العمليات إذا لم تكن هنا أقواس من اليسار إلى اليمين، أو هنا كنلاحظوا في هذه العملية إي اللي هي جوج على 3 في 3 على 7 في 7 على 4 في 5 على 2. هناك بعض القواسم بين البسط والمقام يمكن أن نختزل بها، فمثلا 3 مع 3 هي 1، أو 7 تقسيم 7 كتعطينا هي 1 كما كنلاحظوا. وغادي نحصلوا على إي يساوي 1 على 1 في 1 على 1 في 1 على 4 في 5 على 1، لأن اختزلنا 3 مع 3، 7 مع 7، وجوج ديال العدد 5 على 2 مع 2 اللي كاين في الأول جوج على 3. يساوي النتيجة هي 1 في 1 في 1 في 5
كتعطينا 5، وفي المقام 1 في 1 في 4 في 1 كتعطينا 4. النتيجة E يساوي 5 على 4. ننتقل إلى عملية G تحتوي على أقواس وعملية الجمع. G تساوي بين قوسين 5 على 7 في 1 على 6 زائد 2 على 7 يساوي، كنحسب ما بداخل القوسين، 5 في 1 5، 6 في 7 42. إذا تساوي G 5 على 42 زائد 12 على 42، أي وحدنا المقامات ما بين 5 على 42 و 2 على 7، لأن 42 من مضاعفات 7. فنجد G يساوي 5 زائد 12 على 42، وبالتالي نجد G يساوي 17 على 42. بقتنا العملية K وهي كالتالي: K يساوي 23 على 8 ناقص بين قوسين 3 على 4 في 5 على 2 يساوي، نبدأ ما بداخل القوسين، 23 على 8 ناقص 15 على 8 يساوي 23 ناقص 15 هي 8 على 8 يساوي 1. وهكذا انتهت هذه البطاقة. نتمنى لك التوفيق.